السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. دونك هذه المره غادي جبت لكم البسطيله اللي درت نهار العيد. جبت لكم هذه المره المقادير، الطريقه ديال التحضير، وحتى العدد ديال البسطيلات الصغيرين اللي خرجوا لي بهاد المقادير اللي غادي نستعمل. فرجه ممتعه. الوغ بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البصيلات مشلضين، بلوتو ماشي جوج بصيلات، جوج بصلات كبارين مشلضين مزيان. غادي نحتاجو نص كيلو ديال الدجاج اللي يكون مغسول. انا ديما على قبل كنكون مرقده دايره فيه الحامض وداكشي، وكنشلو عاد كنطيبو. بيضه، ثلاثه ديال الطراس ديال الثومه محكوكين، وقزبر ومعدنوس. غنحتاجو زيت الزيتون اولا الزيت النباتيه، انا ديما كنطيب في الغالب بزيت الزيتون. وبالنسبه للعطريه غادي نحتاجو الملحه، بزار، سكينجبير، خرقوم، والزعفران الحر. دونك هادشي هذا اللي هما القوام باش غادي نطيبو الدجاج اللي غادي يكون في الحشوه. دونك اون بليس دو سا غادي نحتاجو اللوز اللي غادي نسلقوه ونقشروه ونقليوه، وطبيعة الحال الورقه ديال البسطيله. استعملت هنايا نص كيلو ديال الورقه ديال البسطيله. وبالنسبه للطريقه ديال التحضير غتشوفوها معايا في البقيه ديال الفيديو. كما شفتوا فاش طاب الدجاج حيدناه وخلينا غير ديك المرقه حتى كتشرب مزيان، كتبقى غير البصله مضغمره مزيان. كنزيدو عليها ديك الساعه بيضه وكنخلطوها كنحركوها. وفي هذه الاثناء اللي كتكون فيها المريقه كتشرب كنكون حنا راه كنا كنفرتتو الدجاج. دونك في هذه الاثناء خصكم تكونوا كتفرتتو الدجاج باش غادي نزيدوه على هذه المريقه هذه. كاين اللي بحال دابا البصله ملي كتكون كبيره كنقدروا نديروا طبقه ديال الدجاج، طبقه ديال هذه البصله هذه مع البيضه عاد اللوز. دابا هادو مع صغيورين تنخلط كلشي وما كيبانشهم اصلا، تيكونوا بسطلات صغيورين. دونك تنخلط الدجاج كنزيدو على هاد على البصله وكنخلط مزيان وكنبدا كنعمر البسطلات ديالي. دونك هنا باش نقليو اللوز من الاحسن تكون الزيت بارده، تكون الزيت بارده من الاحسن، اولا تكون ما تكونش سخونه، ما تكونش مجهده بزاف باش اللوز كيطيب حتى من الداخل. هنايا راه زدت فيها معلقه ديال السمن باش كتعطي واحد المذاق زويون. صافي اون فوا غادي نقليوها، غادي نطحنوها حتى كيترمش، من غير ما نطحنوش بزاف يبقاو الطريفات ديال اللوز. وغادي نبدا نقطع الورقه ديالتي. كنقطع كل ورقه، دابا هذه البسطيله الورق اللي كبار، كل ورقه كبيره قسمتها على اربعه، وكل ربع ورقه غادي ندير به بسطيله واحده. بالنسبه للعدد ديال البسطلات اللي خرجوا ليا، هاد الحشوه هذه خرجت ليا 17 البسطله صغيره.